كمية صغيرة معناها نكمل الفطار. عاصمة اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن امل تونيزي. نشرح لكم الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. نتلقاو اليوم في غوسيت جديده. الغوسيت نتاع اليوم دونك كيما تشوفوا انا حضرتوني المقله هذه بنعمل فيها ديما الكريب. لازم حاجه معناها ما تلصقش، اون بلوس زاده حبيتها تكون هذه مش كسغول باش نجموا نتوما زاده تشوفوا الطريقه تكون اوضح. دونك هوني خديت كاس حليب، الكاس هذايا قربت 200 معناها مليليتر، وعندي زاده كيف كيف كاس فارينه. هذوما هما المكونات الاساسيين نتاع الغوسيت هذه. بالنسبه للكاس معناها تاخذوا اللي تحبوا عليه نتوما، معناها تاخذوا نتاع 100 غرام نتاع 100 مليليتر اكثر اقل كيما تحبوا نتوما. المهم الطريقه اللي انا حبيت اليوم نوريها لكم. دونك هوني حطيت انا الحليب بطبيعة الحال، حطيت هوني باش يسخن، ودو كوتي هوني حطيت كيما تشوفوا هوني الشحور نتاعي اللي هو حطيت يعني كاس سكر وشطر كاس معناها ماء باش نعمل كمية صغيرة مش برشا، معناها شحور جوست للغوسيت نتاع هذيا اللي تتسمى جينيرالمون أساور معناها معسلة، حاجات سهلة برشا للسهرات نتاع رمضان بون لحد الآن دونك نقولوا للسهرات ولا حتى لينا احنا معناها للصغيرات ساعات نعطيوهم. دونك هذيك علاش حبيت أنا نبارطاجي معاكم الغوسيت هذي دونك اليوم فوالا. نجمو نعملوه حتى وحنا نطيبو في شقة نفطر، وحتى وحنا معناها كيما نقولو وحنا في نعملوها معناها ونخليوها هكا دو كوتي، وحتى ديجا حتى في سير الايام تحفونا. دونك كيما تشوفو هوني توا بدا يسخن الحليب نتاعنا، باش نضيفو هوني مغرفة صغيرة نتاع اكل هوني سكر، وباش نضيفو زوز مغارف كبار زيت هذا. هذه مغرفة انا حبيت هوني تنجمو تاخذو كاسرول نتوما حاجه كيما نقولو احنا ما تلصقش، انا دونك حبيت نختار هذا باش يكون لكم نتوما اوضح معناها تنجمو تشوفوا اوضح هكا. باش نحاول نعمل بشويه باش ما وباش ناخد بذات الحال مغرفه صغيره ماء ورد. انا نحب الحقيقه النكه معناها شويه بماء ورد، نجمو لو زيد نحطو حتى سكر فاني. دونك بالنسبه لنا احنا توا باش ناخذ الفارينه نتاعنا فوالا كيما قلت لكم حاولوا ديما بشويه على خاطر انا فوالا نطفيو توا على النار نتاعنا ونمشيو بالعجينة نتاعنا. هوني قعدنا نخدمو فيها شوية، لازمها تكون هكا، ما نحكيلكمش لأنها سخونة تيسر ويحنا خاطرها سخونة، لكن لازمنا فيسع فيسع. انا نخير الحليب على الماء، كان يبداش عندنا معناها كيما نقولو احنا متوفر الحليب نجمو بالماء، اما من المستحسن الحليب انفع ديجا وتعطينا ريزولتا تحفونا، ولكن في الظروف اللي احنا فيها كان ما عندناش معناها مش متوفر الحليب شتينا نعملوها نجمو به. فوالا ها هي العجينه نتاعنا حاضره. اوبس دونك توا ناخذ هوني سلاجين تاعي ونخليها ترتاح حتى السويعة فوالا، ونرجع لكم فوالا. باش نرجعو توا للبات نتاعنا محلاها بالضبط، خليناها ساعة، أنا ساعة بالضبط. دونك توا بطبيعة الحال حطيت المقلة نتاعي بطبيعة الحال هوني دو كوتي، حطيت شوية زيت، وهوني الشكل كيف ما انتوما تحبوا. انا باش نعطيكم يعني فكره، وانتوما كيف ما تحبوا الشكل اللي تحبوا عليه.
هنا هكا نعملوه دائري. بعد عنا هذا كان ما عندنيش مش مشكل يعني مش ضروري، هنا هكا فقط حبيت على الشكل ولا نعمل الكعيبات نتاعنا. حطوا هنا دو كوتي باش نجمو نقليو الكل فرد وقت، نجمو نعملو بالطريقه هذيك كيما نجمو نعملو كيما قلت لكم اشكال اخرين كيف ما نتوما تحبوا. هنا زيدا كيف كيف باش ناخذ مسكينه هنا زيتها كيف كيف. كيما شفتوا عملنا هوني هذوما معناها مدورين معناها الشكل اللي تحبوه. هذايا زاده بالقمع عطاهم عليكم، دونك عندي القمع هذا حط هكا العجينه كيما نعملو معناها فوالا. وهوني نقصو حبوهم كبار صغار كيما تحبو فوالا. دونك هذيك هي اللي حبيت نعطيكم انا افكار باي فوالا. هذه هي الكميه نتاعنا شو محلاها، معناها حطينا فقط كيس معناها فارينه ولا هو طحين كي يتسمى ولا معناها دقيق. دونك توا سخنا كيما قلت لكم هوني تشوفوا في المقله نتاعنا. دونك باش نبداو نقليو الكعبات نتاعنا. الشفور نتاعنا فوالا كيف كيف زاده جاهز حاضر. دونك نقليو الكعبات نتاعنا ونعصلوهم والا نشحروهم ومن بعد نرجعو نشوفوهم معانا. من بعد تنجمو نتوما تزينوهم، تنجمو تخليهم كيف ما هما، الشوا يرجع لكم انتوما. دونك ان شاء الله الغوسيط تعجبكم الناس الكل، وانا حبيت نعطيكم يعني فكره على الاشكال وانتوما كيف ما تحبوا تنجموا الشكل اللي انتوما تحبوا عليه فوالا.